14 مليون إنسان بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة. 6 ملايين نازح على حافة الهلاك. 90% يعيشون تحت خط الفقر. ليست أرقاما وإحصائيات، بل أرواح ووجوه وقلوب. وفي كل عام مع اقتراب موعد الشتاء تعيش ملايين العائلات رعب تكرر معاناتهم، ولا يحول بينهم وبين قساوة الشتاء حائل. ماذا لو كنا عونا لهم قبل حلول الشتاء؟ التأهب والاستعداد من الآن يعني النجاة لأكثر من مليون روح، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بدعمكم يمكننا تأمين الدعم الغذائي والإيواء ومستلزمات الشتاء والخدمات الصحية والتعليمية لأكثر من 1,200,000 إنسان في 15 دولة حول العالم، من خلال الوصول للمبلغ الإجمالي 80 مليون ريال قطري. لا تنتظر، الشتاء قادم.